مخلل الفليه فليه بالطريقه التقليديه العاديه، بطريقه كتير حلوه وكتير سهله. يعني بدايتين بيطلع معنا هالمطربه المخلل. خلينا نروح نشوف طريقه مع بعض. منهم لازم نقص هاي الجهه، طبعا احنا مغسلينهم ونطفينهم كتير كويس، ونفتحها هيك شي بسيط بالسكين عشان مرقه المخلل تدخل لجوا وما تهترى الحبه. كلهم نعملهم نفس الطريقه. طبعا نحن حاطين فلفل حامي، بس بعد ما ينكبس المخلل رح يخف شوي الحر تبعه، هو هذا نوعيته هيك، يعني مو هالحامي كتير، مو حد على الاخير. هي قصينا مثل ما عملنا مخلل الخيار، كمان قصينا الاطراف شلناهم وهيك، وغرزنا السكينة فيها شوي بحيث تدخل مرقة المخلل جوا وما يفضى قلبها، وهي مشان ما تهتري. هلا رح نطبقهم هون. انا رح احاول خليهم يعني هيك يكون في لهم شكل، مو انه هيك تطبيق وخلص، ونفس الوقت تاخذ معنا كميه اكثر. طبعا اذا كان المطربان ازاز افضل من البلاستيك. كلهم شرحناه هيك بهالطريقه هاي ضروري، يعني نفس طريقه المخلل الخيار اللي عملناه من قبل اصلا، يعني ما فيه شيء مختلف. بس انا هلا ما راح احط ملح ليمون لانه انا ماني مستعجل عليه. هلا عنا هاي المي، انا حضرت حوالي تقريبا 4 كاسات مي. راح نحط لهم لكل كاسة معلقة ملح كبيرة، معلقة، 2 3 4، وراح نحط عليهم معلقة سكر وحدة. ما راح نكتر سكر لأنه لسه قدامه وقت لناكله، منا مستعجلين عليه. لو مستعجلين عليه ممكن نزود شوي السكر ونحط ملح ليمون. نحط هلا كمان فنجانين خل، ولو عنا روح الخل كمان بيصير بيعطي نكهة أقوى. هي فنجان، فنجانين كميتها كويسة. هلا لازم ندوبهم منيح. هيك حطينا 4 معالق سكر، عفوا 4 معالق ملح صخري، ملح صخري ما بصير الملح العادي، 4 معالق ملح صخري زائد معلقة سكر وفنجانين خل. وأنا رح أزود شوي الملح، الملح بيحفظه أكتر، خليهم 5 معالق مليانين كويس كمان عادي. رح احط له شوية كزبرة خفيفة ما نكتر، بس هيك يعني تقريبا معلقة صغيرة. مندوبهم منيح. رح احط لها كم سنتوم معهم، يعني شي 4 5 اسنان حلوين. ممكن نحطهم بالقشر، ممكن نقشرهم، انا بفضل نقشرهم بيعطوا نكهة اطيب، يعني احلى شكلهم حتى. نحط هدول على جنب. 5 حبات نوزعهم هيك. الثوم ضروري للمخلل، لازم الملح يدوب كتير كويس، ما نخلي فيه شيء ابدا. نفضيها هون، انا بفضيها بالفنجان لانه بخاف تطلع المي تنكب برات المطربان ونعبي الدنيا. شوفوا كيف غمرناهم، لازم ينغمروا على الاخير، ما بصير يضل فيهم شيء. وراح نحطهم على الشمس بيستوي اسرع، يعني لو مستعجلين عليه ممكن نزود كمية السكر ونخليه على الشمس بيطلع كتير كويس. بياخد حوالي 2 اسبوع تقريبا وبيكون جاهز.